صاحب. معلش عايز بس اتاكد اشوف الطلقه جوه ولا رايش. تقريبا رايش. حظك حلو. ايه رايش؟ لا رايش. ومعرفتش هما مين؟ مصطجيه بيوصلوا رساله وطلعوا يجروا. يروح فيها رجب السواق. نصيبه بقى. هما لو كانوا عايزين رقبتي ما كانوش رحموني. ومعرفتش مين اللي عمل كده؟ مش هتفرق يا صاحبي. مش هتفرق. انت عمال بقالك مده بتقول لي عايز اخلع اخلع اخلع. اكيد انت حاسس بحاجه وعارف مين اللي عمل كده. معلش استنى. ورحمه سيد اخويا ما اعرف. المهم قول لي عملت ايه مع الحمار اللي رحت له؟ قول. عندك حق. ما بيجيش غير بلاوي دراع. غالي والطلب رخيص. انا اهم حاجه عندي سليم. لازم يتامن كويس. طب ما ترسيني عشان ابقى فاهمه معاك. ارسيك؟ هو انتوا في حد فيكم رسيني على حاجه؟ قصدك ايه؟ ان انا مخبي عليك حاجه؟ مش انت لوحدك. علي اللي كتفاكه صاحبي طلع مخبي جواه غل سنين لحد ما لقى حجه يطلعه بيها. اشرف عشه عمر اللي متربي معايا قالب وشه اقعد اتكلم معاه ما فهمش منه حاجه. زعلان ان انا ما حكيتلوش. فاكر الموضوع صغير شغل عيال يعني. حتى موت ابو العزم عرفوا يخبوه في ثانيه. فجاه عملوا منه بطل. طب ودي تزعلك في ايه؟ يزعلني في ايه؟ اللي عملته ما يتحسبش واللي ما عملتوش عمال بيعد عليا. على الاقل افهم يا اخي. كل ده مش من حق ازعل يا بابو. اخرهم انت. مش عايز تقتنع ان احنا الاتنين في مركب واحده؟ مش عايز تقولي مين اللي عمل فيك كده ومخبي عليا؟ شايف الصفاره دي يا جمال؟ اوه بعدد الشوك اللي طرح فيها بني ادمين عايزين رقبتي. تفتكر لو انا اتجرحت وانا بوريها لك دلوقتي اقرب وشي منها عشان اعرف اني شوك علمت عليا؟ وشي كله هيبوظ يا صاحبي. متأكد يا بومبو؟ استنى يا جمال. أنا هقول لك يا صاحبي. يشفع لي عندك إن الوحيد في أصحابك اللي صرخك. فلوس الكومي. أنا السمسار بتاعها. ورجالتي هم اللي عملوها. واقف كل ده بتتفرج عليا. ابني اتخطف وتفضل ساكت ومخبي عليا. رقبتي كانت تروح قبل ما يحصل لك انت او سليم اي حاجه. انا مش خاين يا جمال. انا كنت هقول لك ورحمه سيد اخويا كنت هقول لك بس لما يحين وقته. وقته متاخر يا بابا. متأخر ما كانش جرالي ده الليلة دي. في واحد عايز يطلعني بره الصورة خالص. بيكسر كل اللي حواليك عشان يفضلك انت بس. مين ده؟ صاحبك علي الميري. زي ما بقولك علي الميري هو اللي مدبر كل حاجة ومش هيطمن ولا يهدله بال طول ما احنا مع بعض. يا ريتها جت على علي يا بوبو. الموضوع اكبر بكتير. انا كل يوم بيعدي بتورط فيه اكتر من اليوم اللي قبليه. كنيسه بهجت سالم ابو العزم اللي حصلت غصب عني. هفضل لحد امتى احل في مشاكل؟ واحده واحده يا صاحبي. احنا نرتب رأينا صح وبعدين ندورها حرب فوق دماغهم. حربه يندموا عليها. حربه ترجعني اوسخ من اول مليون مره. عشان كده قلت لك نشتغل على نوح ونفرمه. وقتي هو اللي كان تحت ايدينا. نوح باين عليه ان هو مشدود منهم ومش ناويين يرموه. وده على فكره في مصلحتي. لو خلصت منه ابقى بضيعه من ايديا. وتفتكر هو كده ما ضاعش بعد ما رحت له؟ اكيد هيحرص منك. مش فاهم.
وقافل ومالي ايده بالناس اللي وراه. لما يبقى معاك مفتاح وتجربه مره ما يفتحش اوعى ترميه، روح طلع نسخه تانيه اكيد هيفتح. بعد 4 أيام في وفد مكون من قضاه وفقهاء دستوريين من هولندا وفرنسا هينزلوا هنا في اوتيل سفينكس. المطلوب التعامل معاهم. الوفد ده غير رسمي، يعني الشخصيات ما تهمناش. احنا ننفذ العمليه دي لصالح دوله صديقه. تمام سعادتك. الدوله دي طلبت ان هي تبعت فريق يشارك في العمليه. وانا رفضت. بس هم هيحاولوا يعملوها من ورانا. مهمتك انك تنفذ العمليه دي من غير ما تسمح لاي طرف خارجي انه يتدخل فيها. اكيد سعادتك. عشان كده هعفيك من مهمه التخلص من الجبال دلوقتي. عايزك تركز في حاجه واحده بس. بعد اذن سعادتك. لو تزلي سعادتك، العمليتين هيتموا مع بعض وبنفس الكفاءة المطلوبة. اوكي نفذ علي. زين نصار المحامي حاضر مع المهندسة رباحي. اهلا وسهلا زين بي، افتح المحضر. انه في ساعتي وتاريخي بدانا نحن وشريف معروف رئيس نيابة امن الدولة العليا طوارئ بالتحقيق مع اسمك وسنك ووظيفتك ومحل اقامتك. روبا السيد حلمي، مهندسة اتصالات في شركة سيجنال 12 شارع الشهيد صلاح جابر باب اللوق. ما هي طبيعة عملك بشركة الاتصالات المذكورة؟ مهندسة محطات مسؤولة عن متابعة وصيانة ابراج التغطية على مستوى المحافظات. وحدود وظيفتك مقصورة على المحطات بس ولا تمتد لاقسام تانية في الشركة؟ لا يا فندم، أنا ماليش أي علاقة باللي بيحصل جوه الشركة، ولا حتى مصرح لي أدخل أي قسم تاني. دي إمضتك؟ آه، دي إمضتي. متأكدة؟ خدي وقتك. إمضتي؟ بعد إذنك، اتفضل. وقد عرضنا عليها بعض من تقارير الصيانة الدورية الملحقة بالملف الفني وأكدت صحة توقيعها. سين، من واقع معلوماتك كمهندسة متخصصة في الاتصالات، إيه هي الوسائل اللي تمكن أي شخص من تسجيل أو التنصت على عميل بعينه؟ ربا، لازم يكون معاه تصريح علشان يدخل على سيرفرات الشركة. مفيش أي وسيلة تانية؟ لا مفيش. شريف بيه، المهندسة روبا لسه قايلة إن ما عندهاش تصريح لدخول أي مكان تاني. عارف يا زين بيه، وهو ده السؤال. سبق ليكي ودخلتي على سيرفرات الشركة قبل كده؟ ما حصلش. شريف بيه، ممكن نعرف بالظبط إيه حدود التهمة الموجهة للموكلة بتاعتي؟ أوي أوي. التهمة الموجهة ليها التخابر لصالح دولة أجنبية. تخابر؟ أنا؟ تخابر إيه؟ إيه دي؟ الباشمهندسة متهمة باستخدام أبراج المحطة كائنة بمنطقة كرم أبو سالم الحدودية لتمرير الاتصالات الدولية لداخل دولة إسرائيل والسماح لأجهزة الأمن الإسرائيلية بالتنصت على المكالمات. مش كده وبس، ده كمان التنصت على مكالمات محلية لشخصيات ذات مواقع حساسة في الدولة. دي قضية أمن قومي يا زين بيه.